أما في مصر تحديدا في الإسكندرية، قال الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة أن مستقبل القضية الفلسطينية مرتبط بمستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها وبالأخص مصر. جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان القدس بين الشرعية الدولية والتسوية السياسية عقدت بمكتبة الإسكندرية منذ قليل. القدس ليست قضية فلسطينية وليست قضية إسلامية، وإنما القدس هي قضية كل المسلمين، كل المسيحيين، وكل اليهود الشرفاء. هي المدينة المقدسة التي نالها من الغبن والغطرسة والتدمير والتنكيل ما لم يلحق بأي من المدن المقدسة في العالم، ومن ثم فهي جديرة بأن تكون محل دراسة تاريخية قانونية سياسية. أضف إلى هذا أن مستقبل القضية الفلسطينية كلها ومستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها وفي مصر تحديدا إنما يرتبط بالدرجة الأولى بما يمكن أن يلحق القدس من ظروف أو تغيير أو غبن